اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده خليها سمك. الاثنين النهارده يعني اجتمعنا مع فريق العمل وقلنا نص الاسبوع يبقى سمك، يبقى لطيف نقدر ان احنا نعيد الحلقه في نهايه الاسبوع ان شاء الله. معانا سمك النهارده جزل. الجزل دي ممكن تكون قاروص، ممكن تكون لوت، ممكن تكون وقار، ممكن تكون سمكه الكنعد اللي هي الدراك. هنعملها برياني من المطبخ العربي ونشوف ايه قواعد عمل البرياني بطريقه بسيطه وسهله. معانا جمبري لحم النهارده جميل، هنعمله كفته الجمبري بالبرغل، نشوف نعملها مع بعض ازاي ونقدم معاها صوص طماطم او مايونيز او صوص وايت صوص زي ما احنا حابين. معانا طبق شوربه جميل جدا النهارده، شوربه الجندفلي لها قواعدها الاساسيه بالكرفس، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، واعتقد ان الشوربه دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا. مع اكله السمك النهارده في تفاصيل كتير، في معلومه غير معلومه، وكمان في تركايه المغازي المعتاده ازاي نعمل اكله سمك بدون ما زفاره، بدون ما يكون مطبخنا مكركب، وفي نفس الوقت كمان يبقى طعمها مميز. استاذن حضراتكم ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن الطعم مميز. ازاي يا عم الشيف؟ النهارده اكله السمك اللطيفه دي ممكن ناكلها في اي مطعم بندفع فيها مبلغ وقدره. ايه المشكله لما تعملي السمك في البيت؟ بتروح اي حلقه سمك، واحنا عندنا بصراحه بورصه السمك والاسماك عندنا بنصدرها للدنيا كلها، وتشتري شروه السمك بتاعتك وتروح على البيت. معاك شيف شاطر بيديك التركايه وبيقول لك على الطريق السليم انك انت تعملي اكله سمك بدون زفاره وبتفاصيل بسيطه وسهله. هعمل النهارده البرياني بالسمك الجزل. الجزل دي تطلق على اي نوع سمك وزنه كبير، يا اما دراك اللي هو الكنعد، يا اما هامور، يا اما قشر بياض، يا اما شعور، اي نوع سمك وزنه يتعدى ال 2 كيلو. معانا سمك جزل النهارده، ومعانا بصل، ومعانا ثوم، معانا البهارات العربيه، معانا زعفران، معانا رز بسمتي ده في المقادير، ولكن الاساس في البرياني البهارات العربيه. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه مع اكله سمك النهارده تتحدث عن نفسها. نبدا الاول نقطع البصلايه دي شرايح مع بعض عشان عايز طعم البصلايه المقرمشه في البرياني بتاعي. طعم البرياني مع الكزبره الخضراء بيبقى لطيف وجميل. بصلايه بالشكل ده كده. السمك الجزل بنحضره طبعا وبنتبله. بنتسال على السوشيال ميديا دايما يا شيف مغازي ايه السمك اللي يصلح ان احنا نعمله مع الرز. عد على اصابع ايدك العشره كده اي نوع سمك وزنه، يعني بدايه من البلطي خير مزارعنا اللي بنصدره للدنيا كلها. جبت السمك البلطي الوزن الحبه تقريبا 750 جرام او تقريبا نص كيلو، تقدر تستخدميها مع طبق رز انت حباه. البصلايه زي ما هي كده بتنزل طبعا تتحمر من غير توم زي ما هي كده، بنحط لها بس التوابل بتاعتنا، التوابل الناعمه، التوابل الخشنه، منها معانا شويه بابريكا حلوين، شويه كركم محترمين، شويه كمون اساس السمك، حلو الكلام، الفلفل الاسود بتاعنا. بتبدا البصلايه تاخد اللون، هنقلبها مع بعض كده زي الفل. دي اول مرحله. طبعا الطبيعي لازم يكون معاكي حله على النار فيها ماء مغلي، واحنا هنحول الماء ده لبوكيه جارنيه يبقى لطيف معايا، استخدمه فليفر لطيف وحلو. عندك راس سمكه حطيها في قلب الميه، عندك كرفس وبصل وتوم وحبهان، كل ده بينزل في حله الميه اللي بتغلي اللي مخرجنا الجميل حافظ مكانها. زي دي كده معانا بنحط فيها كل المكونات اللطيفه دي. اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، بصل كرفس كل ده مع بعض، هي دي اساسي معايا. حلو الكلام، اسيبها تغلي كده وقت شويه. البصلايه هنا بتتحمر زي الفل. على البصلايه ما تتحمر بناخد السمك بتاعنا اللطيف ده نتبله مع بعض. حلوه التتبيله بتاعت السمك الطبيعي، البهارات الجميله الحلوه. احنا بنعمل المطبخ ده المطبخ العربي. ادي السمك الجزل شايفاه ازاي، اللهم صل على النبي. الواحدة تعمل لها تقريبا 250 جرام، دول كام؟ أربعة. دايما لما تعملي البرياني يكون عندك الحلة اللي هي المدورة اللي هي تعتبر زي بتعملي مقلوبة كده. احنا عايزين نعمل البرياني ده كده يبقى السمك
الرز، البصلايه المقرمشه، وفي الرز بتحط في الاخر وبعدين يتقلب في قلب السرفيز. فلازم يكون عندك حريصه ان يكون في حله بالشكل اللي معاك ده كده، عشان لما تنزل في الطبق المدور تنزل بالشكل ده. موجود معانا الحل. هنتبل السمك بتاعنا ببهارات لطيفه كده مع بعض، معلقه هريسه او فلفله حلوه معانا كده بالشكل ده، فص ثوم محترم ينزل كده، تتبيله لطيفه حلوه عشان السمك ده ياخد شخصيته، معانا زيت شديد الحراره بنحمر السمك ده تحميره حلوه كده سريعا. اذا انت هتقلي سمك مش لازم تحط زيت على السمك خالص، عشان شويه الدقيق اللي هتحمري فيهم السمك يمسكوا مع السمكه بتاعتي. حلو، ناخد الدقيق ده كده، وكل ده يا عم الشيف يتقلب مع السمك. حلو الكلام، حلو الكلام. عصره ليمون حلوه احتراسا لاي زفاره، ونقلب السمك ده يا عم الشيف. عندنا زيت شديد الحراره، بناخد السمك ده كده زي ما هو اهو في ايديا كده. اخبار الزيت ايه؟ تمام الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. التتبيله تخش جوه وبره كده حبايبي اهو، هي زي ما هي كده. على فين دي يا شفيق؟ على فين؟ قول لي قول لي قول لي، ولا تخبيش في قلب الزيت. كمان واحده شفت ايه الجزله الحلوه دي. طب ينفع يا شيف مغازي ناكل السمك ده بطريقه تانية غير الرز؟ ينفع يتعمل صينيه بالبطاطس والوايت صوص؟ ما اقولكيش، تاكل البطاطس وتسيب السمك للضيوف. شفت ازاي حته السمكه سريعه. انا بيسالوني دلوقتي في الاربيز، ليه حمرت السمك في الزيت يا شيف قبل ما تحطه مع الرز؟ عشان احافظ على شخصيته وما يتهريش معايا. انزلي يا حلوه في قلب الزيت. دول كفايه قوي، بنخليه دي كده على جنب، لان ما ينفعش ان احنا نحط اتنين فوق بعض. انا عايز التحميره الحلوه دي تظهر كده بالشكل ده كده اهو، واسيبه في قلب الزيت يعني لغايه لما ياخد الصدمه الناريه بالشكل ده كده اهو. مخرجنا بص عليه، هو ده السمك عايم في الزيت بالتتبيله اللطيفه الحلوه. ومعايا بصلايه سامع صوتها على النار بتناديني اهو. حلو الكلام. نبص على البصلايه بتاعتنا، ايه اخبارك يا حلوه؟ خدت لون، خدت لون، اتحمرت بالتوابل، اتحمرت بالتوابل. دي ناقصها حاجه، ايه اللي ناقصها؟ تاخد اللقب العربي الخليجي، المطبخ العربي الخليجي. ايه هي مصطلحات المطبخ العربي واساسياته؟ هناخد فرسان التلفزيون المصري ونشوف الطبق الجميل فيه خمس ست انواع من التوابل او البهارات. اللومي اللي هو الليمون الجاف، القرفه اللي هي الدارسين، الورق اللورو اللي هو ورق الغار يسموه، القرنفل اللي هو المسمار، وما ننساش الحبهان ده اساسي معايا اهو. ايه رايك احطه هنا كده وناخد عليه كلوز حبيبي مخرجنا؟ الله يرضى عليك، حلو قوي. البهارات دي يا اخوانا هي دي سر اسرار المطبخ العربي اللطيف. زي الفل. ايه الابداع ده؟ هنشتغل مع اللومي ده كده، ناخدها بصلي مش عايزها، انا عايز اكسرها معلش. ايوه ده بس خلاص، دي مهمه جدا الكسره دي، تنفع تحطها سليمه يا شفيه. التركيه هنا بص كده، حبيت اللومي دي الحميضه الحموضه بتاعتها مع البصلايه اهي، هي دي. ناخد الباقي بقى ننزل بيه، الحبان، القرفه، الورق اللورو، اتنين من اللومي السلام، كل ده مع بعض كده. البصلايه جاهزه، ننزل بالكزبره الخضراء بتاعتنا ونقلب الكشنه اللطيفه دي، اسمها يا شيف تاني كشنه نقلبها كده الله، دي اللي هتخلي الرز يتكلم عربي. شفت الحلاوه؟ هو ده هو ده الله. تاني عملت ايه يا شيف؟ بصل جوليان من خير ارضنا، حطيناه مع زيت زيتون وعلقه زبده، اتحمرت البصله واتقرمشت زي الفل. بعد كده بننزل بالتوابل العربيه الخمسه، عد على صوابعك لومي، ليمون جاف، قرفه، دارسين. انا بقول المسمى العربي والمسمى اللي عند العطار، حبان اللي هو الهيل، القرنفل اللي هو المسمار يسموه، والورق اللورو بالشكل ده كده. حلو قوي. التوم معانا، بسم الله الرحمن الرحيم، بناخد شويه توم زي الفل،
ونقلبهم كده معلقة صوص طماطم كهربانة الحلو ده كده، زي الفل. نقلب دول كده معانا. تمام. بنعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي واحنا مع بعض؟ يلا اهو بس دي تغلى على النار كده، وابص على السمك بتاعي اخباره ايه. يلا مع بعض اهو. يا ويلي يا ويلي، ايه الحلاوه دي؟ ارفع السمك، بص عليه، بص على الحلاوه دي، بص على الكهرمانه دي. اهو ده السمك بتاعنا. اهو الجزده دي، شفت الحلاوه؟ شفت الحلاوه دي؟ الحلاوه دي عندنا وبس. اهي التتبيله، الكفر بتاعها اللطيف الجميل، البرونز الجميل الحلو ده كده، بخليها على جنب تهدى كده وتنزل الزيت بتاعها. تمام. وعند الكشنه جاهزه، وعند الرز البسمتي اه زي الفل. الرز البسمتي ده هنتعامل معاه ازاي يا عم الشيف؟ احنا مع بعض في طاسة على النار، ركزي معايا عشان الموضوع هنا مهم جدا. موضوع البرياني ده له قواعد. في طاسة على النار اهي، بحط في الطاسه دي شويه زيت صغيرين، اللهم صل على النبي، وانزل بالرز البسمتي في قلب الطاسه. يا ويلي، ايه الجو اللي بتعمله ده يا شيف؟ واحده واحده، ونقلب الرز البسمتي في قلب الطاسه يشرب شويه الزيت الحلوين دول كده عشان يدي لمعه. ونرجع لحله البركه، اللي هي الحله اللي بتغلى على النار، اللي فيها بوكيه جرنيه بدون اي مكسبات طعم من المطبخ بتاعي. هتطلعي جزرايه بصلايه تاخديها زي الفل. نقلب كده، مش هنحط توابل على الرز، خلي بالك، انا بس بقلبه في قلب الزيت كده يشرب شويه زيت. وناخد الشوربه بتاعتنا الجميله اهي. يلا مع بعض. يا ويلي، هو ده. انا بحضر الرز. الرز هنا جاهز، بيستوي تقريبا تلات ارباع سوا او نص سوا بالشكل ده كده. شفت انا ما جبتش ميه من الحنفيه ولا ميه من البراد بتاع الشاي خالص، الميه دي من البوكيه جرنيه بتاعي. والله عندك بقى شويه جمبري بيغلوا هنا، تبقى انت احسن مني. عندك راس سمكه حلوه بتحطيها مع البوكيه جرنيه ده وعملتها قبل كده. ديل سمكه. ونسيب الرز ده يغلي حلو قوي على النار. وعندنا الكشنه بتاعتنا جاهزه بالشكل ده كده، جاهزه اهي زي الفل. شفت الجواد؟ هو ده اللي انا عايزها. زي الفل. بعمل ايه يا عم الشيف؟ بشيل الكشنه دي في طبق جانبي، ناخد الطبق ده كده ونرفع الكشنه دي فيه. ركزي عشان الموضوع هنا شيق وفي خبره طهويه خبره السنين. ناخد الكشنه دي ونسيب اثار ليها في قلب الحله. عايز الشويه دول حلوين قوي. عود قرفه مع حبايه لومي مع شويه بهارات زي الفل. واعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد السمك بتاعنا ده كده زي ما هو كده ينزل هنا. الله، هنقفل دي بس كده مع بعض عشان السادة المشاهدين نبقى واقفين عند محطة كلنا عارفينها اهو بالشكل ده كده، خطوة خطوة. وناخد شوية كشنة تاني من اللي معايا. الله الله، شفت الجو ده كده؟ السمك هنا بقى عايم في الحب، عايم في العشق. الله عليك يا عم الشيف. وناخد شويه شوربه حلوين من هنا كده مكان السمك، وننزل بهم كده زي الفل. واخد بعضي دلوقتي واجري اطلع فاصل صغير، واسيب السمك يتنسل مع الكشنه اللطيفه عند رز بيستوي هنا تلات ارباع سوا. هنكمل الحدوته والحكايه الابداعيه بعد الفاصل، اوعى تروحوا بعيد. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركية الأخيرة واللحظات الأخيرة لولادة برياني بسمك جزل. الجزل ممكن تكون لوت وقار هامور الشبيات شعور بولتي من خير مزارعنا، أي نوع سمك بيبقى الحسك فيه أو الشوك قليل. حسك يعني شوك عشان نبقى عارفين الموضوع. هنا الكشنة السمك عايم فيها، الخبرة الطهوية كلها في قلب الحلة دي كده. هناخد الرز بتاعنا الجميل الحلو ده كده اتسلق تقريبا نص سوا زي ما هو كده بص على الرز كده قبل ما احطه مع السمك بالشكل ده. حطيت ايه يا شيف؟ بهارات، هم شويه الملح، ما حطيتش غيرهم حتى نسيهم كمان زي الفل. ممنوع تحط اي بهارات خالص، اعتمدي على الكشنه بتاعه السمك، لان الرز ده لما ينزل عليها دلوقتي هتاخد الطعم وتاخد الفليفر بتاعها. ناخد الرز ده كده بعد ما حطيناه في شويه زيت زيتون وقلبناه، نزلنا عليه ببوكيه جرنيه من الميه المغليه اللي عندي وشويه الملح زي الفل. ناخد الرز زي ما هو كده عشان نخلص من الاكله دي. الله العب. تاني يلا معانا. بنرسم لوحه فنيه طهويه. ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ طبعا في الكشنه فيها بيون فيها شوربه. مش عايز ميه الرز، ملهاش عوزه يعني، انا عايز كده شويه الرز الحلوين دول كده زي الفل. اكون حريص ان انا ايه اخد كل الرز. نعم يا غالي. لا يا مخرجنا، الرز المصري ممكن في المقلوبه يعني، انما البسمتي ده اساسي طبعا. بيسالوني بيقولوا لي ينفع نعملها برز مصري؟ لا، رز بسمتي. واختاري نوعيه رز جيده، يكتبوا على الكيس كده حبه بيضاء طويله، هو ده انواع افضل انواع الرز البسمتي. بيسالوني على السوشيال ميديا برضو الرز البسمتي اللي بيستخدم في الكبسه، في رز حبتها صفراء وفيها رز حبتها بيضاء. حبه الصفراء مش حلوه، بتبقى عامله زي البلاستيك، خليكي مع الحبه البيضاء الطويله اللي مكتوبه على الكيس، بعد ما بتستوي بتبقى لونها بيضاء. الرز هنا جاهز، ناخد اللون الحلو بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي، معلقه زيت هنا ونقلبهم بالمعلقه. ده زعفران، طبعا الزعفران ده انواع، ده البودر اهو يا دلعك. لوحه فنيه ونغطي الحلة بتاعتنا نكمرها وننساها لمدة 20 دقيقة. زي الفل. نغطيها بقى وننساها شوية، هو ده خلص البرياني بتاعنا زي الفل، ونهدي النار عليه. تعالوا نغرف البرياني بتاعنا، جاهز؟ عشان نتفرج عليه على ما نحمر الكفتة بتاعتنا وننزلها مع صوص طماطم. اتفقنا مع بعض؟ لما يكون عندي برياني بالشكل ده كده بجيب طبق مدور علشان عايز جمال البرياني يبان زي الفل. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ بص عليها كده يا شفيق، بص عليها قبل ما اقلبها. لا مش تقلبش، تقلبش يا غالي، امال التعب والشقة من الاول ده ليه؟ شوية الزبدة مع فص الثوم، شفت الحلاوة دي كده؟ زي ما هي كده بنجيب الطبق، اللهم صل على النبي، ادعوا لي، ونمسكها كده كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. أوبا، احنا هنخلص الحلقة ونمشي بقى، نقلبها بكرة، إيه رأيكم؟ زي الفل، هو ده، زي براحتك، تدفع كام؟ قول لي. العب يا سمك، هو ده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ شفت الجو ده كده؟ خلاص، هي دي الشطاره، انك انت تتعرفي ازاي بتعملي في الاول وفي الاخر. بصل الاخضر ده انا بحبه مع الاكلات الحلوه دي كده، ده جرنش طبيعي انك بتعمليه في المطبخ بتاعك، واحنا عندنا البصل الاخضر في الموسم بتاعه بصراحه مع اكله زي دي كده هيخليكي تاكلي معلقه واثنين وثلاثه. بعض اخواننا في الدول العربيه بيقدموا معاها الليمون الكبير. حلو.
زي الفل. برضو هنقدم ليمون هنا لان البرزنتيشن او الشكل مطلوب. اللي عايز يعصر الليمون على السمك بالشكل ده كده. حلو الكلام. عندنا فلفل احمر زي ده كده. طبق زي ده تعبنا عليه لازم يتقدم بشكل لطيف وحلو كده. بقى تحفه فنيه. عملنا شوربه الجندفلي بالكرفس والتركايه هنا التلات عيدان الجمبري اللي انا هاكلهم بعد الحلقه ما تخلص. رؤيه فن ابداع مع اكله سمك ان شاء الله باذن الله تعالى. ممكن نعيد الحلقه يوم الخميس حسب الخطه الاعلانيه. رؤيه فن ابداع من ماسبيرو. We'll be right back.